اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم افضل موبايل حاليا في العالم من شركه سامسونج، هو السامسونج جالاكسي اس 24 الترا. في الفيديو ده تعرف كل حاجه عن الموبايل الخارج ده، تعرف كل مميزاته، كل عيوبه، كل حاجه عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيره وصغيره عن الموبايل. ما تنسناش من لايك الجميل، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنتكلم عندي هنا عن التصميم. الموبايل جاي كله من الازاز وعليه طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس، والإطار بتاعه جاي من التيتانيوم، ودي حاجة كويسة جدا عشان حماية للموبايل. طبعا الموبايل بيجي معاه القلم اللي هو الاس بن، والقلم ده معروف في مكان عشان ندخله فيه في جسم الموبايل. الموبايل طبعا مقاوم للمية والغبار بشهادة IP68، يعني الموبايل لو نزل منك لمسافة متر ونص لمدة 30 دقيقة مش هيجراله أي حاجة. الموبايل عندي هنا جاي وزنه 233 جرام، وطبعا بيدعم شبكات الجيل الخامس. الموبايل فيه NFC وبيدعم تركيب شريحتين. التصميم كتصميم تصميم شيك مع زيادة للحماية والمقاومة بالنسبة للموبايل نفسه، زي الإطار اللي هو جاي من التيتانيوم، والإزاز اللي هو عليه طبقة حماية من نوع الجوريلا جلاس أرمور، مع إن فيه حماية أو مقاومة للمية والغبار. اما لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشه، فالشاشه عندي جايه مسطحه تماما، ما فيهاش شكل الكيرف زي السنين اللي فاتت، واخده شكل الثقب في المنتصف بالنسبه للكاميرا السيلفي. والشاشه هنا جايه من نوع دايناميك ال تي بي او اوليد. المساحه بتاعتها او حجم الشاشه دي 6.8 بوصه، والدقه بتاعتها 3088 في 1440 بكسل، وكثافه بكسلات 505 بكسل لكل بوصه. الشاشه دي ودرجه التحديث بتاعتها معدل التردد بتاعها 120 هرتز. الشاشه دي بتدعم ال HDR10 بلس، وعليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس ارمور، واقصى درجه سطوع للشاشه دي 2600 شمعه. بالنسبه للشاشه كشاشه مميزه جدا ومفيش اي تعليق عليها، لان هي شاشه خرافيه كعاده شاشات سامسونج. اما لو هنتكلم عندي هنا عن المعالج، هو من شركه كوالكوم، هو السناب دراجون ال 8 جين 3. ده معالج ثماني النواه، دقه التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 750. المعالج ده هو حاليا اقوى معالج في العالم بالنسبه للاندرويد، فهتاخد معاه اداء فوق الخرافي. اما لو هنتكلم عن نظام التشغيل، فهو اندرويد 14 مع واجهه سامسونج الوان يو اي 6.1، وبرده دي احدث واجهه موجوده حاليا في السوق. الموبايل عندي هنا مفيهوش مكان لتركيب كارت ميموري، نازل باكتر من اصدار. اول اصدار هو ال 256 جيجا مساحه تخزين داخليه مع 12 جيجا رام، وتاني اصدار هو ال 512 مساحه تخزين داخليه مع 12 جيجا رام، وتالت اصدار هو ال 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام. ونوع مساحه التخزين الداخليه من نوع UFS 4، ونوع الرامات من نوع LPDDR5X. اما لو هنتكلم عندي هنا عن الكاميرات، فالكاميرا الاماميه او الكاميرا السيلفي هي كاميرا واحده بس 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه F2.2، وبتدعم ال HDR والبانوراما، وبتصور معاك لحد 4K، وبرضه بتدعم الدول فيديو كول. اما لو هنتكلم عن الكاميرات الخلفيه، فهم اربع كاميرات. الاساسيه عندي 200 ميجا بكسل فتحه عدسه F1.7 وفيها مثبت بصري، والكاميرا الثانيه بتاعت البيريسكوب اللي هو الزوم يعني، وبتيجي ب 50 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري، بتعمل زوم حقيقي 5x، وبتعمل زوم ديجيتال لحد 100x. الكاميرا الثالثه هي برضه بتاعت الزوم، بتعمل لحد 3x، والدقه بتاعت الكاميرا دي 10 ميجا بكسل، فتحت عدسه F2.4 وفيها مثبت بصري. والكاميرا الرابعه بتاعت الالترا وايد او التصوير الواسع. الكاميرات عندي هنا هتلاقي فيها فلاش، وبتدعم ال HDR والبانوراما، وبتصور معاك فيديوهات لحد 8K. الكاميرات هنا هتاخد منها اداء خرافي ومفيش اي تعليق عليها. اما لو هنتكلم عندي هنا على البطاريه، فهي 5000 ملي امبير. قوه الشحن بتاعتها 45 واط، يعني تقدر تشحنها من 0 ل 65% 30 دقيقه بس. دي حاجه كويسه، بس ده موبايل فلاج شيب، ففي موبايلات تانيه تدي سرعات شحن اكبر من كده، كنا نتمنى نشوف سرعات شحن اكبر من كده. بتدعم الشحن اللاسلكي 15 واط، وبتدعم الشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط. الموبايل عندي هنا في سماعات ستيريو، مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، مفهوش راديو اف ام للناس المهتميه بالراديو. اصدار الواي فاي اللي موجود عندي هنا واي فاي 7، ودي احدث حاجه. البلوتوث 5.3، ودي برضو احدث حاجه. معظم المستشارات هتلاقيها موجوده في الموبايل. عندي في بصمه تحت الشاشه، عندي في فيس انلوك. حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبه بتاعته؟ هتلاقي الموبايل، هتلاقي كابل اليو اس بي من نوع تايب سي، ودبوس لاخراج الشرايح، طب وراس الشاحن للاسف الشاحن مش موجود، هتضطر تشتريه بشكل منفصل.
الوان الموبايل ده ايه؟ بيجي باللون التيتانيوم الاسود والتيتانيوم الرمادي والتيتانيوم البنفسجي واللون التيتانيوم الاصفر. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده للنسخة 256 و12 جيجا رام $1300 او ما يقابله في عملة بلدك. بالنسبة للمملكة العربية السعودية فنزل فيها النسخة 512 و12 جيجا رام بسعر 5400 ريال، وفي الامارات نفس النسخة اللي هي 512 مع 12 جيجا رام بسعر 5100 درهم. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. هنقول لكم بقى ايه هي العيوب بتاعت الموبايل ده. الموبايل عندي هنا مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات للناس المهتمية بده. العلبة بتيجي من غير شاحن ولا جراب في العلبة. الشحن قليل جدا اللي هو 45 واط مقارنة بالمنافسين. وزن الموبايل نوعا ما تقيل شوية. مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. طيب ايه هي مميزات الموبايل ده؟ مميزات الموبايل ده عندي معالج قوي جدا اللي هو السناب دراجون الجين 3 واقوى معالج موجود حاليا في العالم. الشاشة عندي هنا شاشة مميزة جدا. الكاميرات الخلفية او الامامية كاميرات هتاخد منها اداء خرافي. مقاومة كاملة للمية والغبار. بصمة تحت الشاشة. عندي حماية بالنسبة للموبايل الاطار اللي جاي من التيتانيوم ونوع الحماية اللي هو كورنينج غوريلا جلاس ارمور سواء على الظهر او على الشاشة، فده بيديني نوعا ما حماية للموبايل افضل. عندي الرامات كبيرة اللي هي ال 12 جيجا رام، وعندي مساحة التخزين اللي جاية بيها الموبايل برضه كبيرة اللي هي 256 و512 و1 تيرا بايت. وعندي برضه من ضمن ما يميز الموبايل وبالذات في النسخة الحديثة اللي هي